سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في جولة الصحافة وأبرز العناوين الواردة اليوم في الصحافة الجزائرية ثم التونسية. فبالنسبة للصحافة الجزائرية نبدأ بجريدة الفجر، عادت إلى ملف الانتخابات. الانتخابات الجزائرية، إلغاء مليوني ورقة انتخابية وتصحيح نسبة التصويت. 6 ملايين فقط أدلوا بأصواتهم ونسبة المشاركة تراجعت إلى 37.9%. عبد الرزاق مقري، وعم دائما مع التصريحات حول الانتخابات، عبد الرزاق بقر رئيس حركة حمص ويحيى أدار حملة رئاسية ولن نتحالف مع حزبي السلطة. أما بالنسبة لتكتل الاتحاد، المقاطعة والورقة الملغاة إنذار يمس مصداقية الانتخابات. بلعيد، قضية التحالفات والمشاركة في الحكومة ستدرس بدقة. أما عمارغول رئيس حزب تاج قال سنقدم طعونا في نتائج الانتخابات ب8 ولايات. على الصعيد الاجتماعي، الحكومة تنفي وجود أزمة رغم الندرة. الأزمة تدور حول الحليب، طوابير لا متناهية للظفر بكيسي حليب. من الفجر إلى جريدة الحياة، دائما في موضوع الانتخابات، عبد الرزاق مقري: حمص لن تشارك في الحكومة المقبلة والانتخابات مزورة ولدينا الأدلة. أما رئيسة حزب العمال لويزا حنون فقالت قضاة ورؤساء دوائر زوروا النتائج وبالدليل. أما بالنسبة لمحسن العباس قال التزوير سيعرض الجزائر للمخاطر. بلعيد: من يتهم بالتزوير أو من يتهم بالتزوير عليه تقديم الأدلة. خبير في القانون الدستوري حاورته الحياة فقال إن المجلس الدستوري تبقى له 72 ساعة لينطق بالنتائج النهائية لهذه التشريعيات. من الحياة إلى الحوار مشاهدينا، عمار بن يونس دوما حول الانتخابات: من يتحدث عن التزوير فلينسحب من البرلمان. أما مقري فقال خيار الانسحاب من البرلمان مطروح. جريدة الحوار مشاهدينا تساءلت عن أي مستقبل ينتظر الاتحاد، تقصد تكتل الاتحاد، بعد التشريعيات. نتائجه، قالت الجريدة، جاءت عكس التوقعات وخيبت آمال المتكتلين. موسى تواتي كأنه أصيب بصدمة، صدمة هذه النتائج، قال أنا دخلت في إضراب عن الطعام لإلغاء نتائج التشريعيات. وزير الداخلية نور الدين بدوي: أبواب هيئة دربال مفتوحة لكل الطعون. 72 ساعة أمام المجلس الدستوري لينطق بالنتائج النهائية لهذه التشريعيات. القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق: لم نستثمر في مشاكل الأفلان وكنا نطمح لما هو أكثر. الاتحاد: 72 ساعة أمام المجلس الدستوري للنطق بالنتائج النهائية، يتعلق الأمر بتشريعيات 4 ماي. أما بالنسبة لتحالف حمص فيعلن عن توجيه طعون إلى مصالح مدلسي. من الاتحاد إلى جريدة الجزائر: الخارجية الأمريكية تفرض إجراءات صارمة على طالبي التأشيرات. فحص لمواقع التواصل والإبلاغ عن 15 عاما عن سيرتهم الذاتية. الأفلان أو أحد الخبراء علق قائلا ينبغي تعديل قانون الانتخابات قبل المحليات المقبلة. الخبر: المعارضة تتهم السلطة بالتزوير ومعركة الطعون انطلقت. حنون تتعهد باسترجاع المقاعد المسروقة. أما مقرف قال لن نشارك في الحكومة والسلطة تزورت عبر البلطجة. الـRCD تجمع أجل الثقافة والديمقراطية يتهم السلطات بتضخيم نسبة المشاركة. عمار غول مثل ما أشرت بعض الجرائد الأخرى: تاج تفوق على أحزاب عريقة. في الميدان النقابي، قواعد التكتل المستقل تطالب بمسيرة في العاصمة متى؟ في اليوم 20 من الشهر الحالي. آخر جريدة معنا اليوم الرائد: خبراء الحكومة ورطت نفسها بمشاريع تركيب السيارات. أما فيما يخص الانتخابات فأكثر المحللين، قالت الجريدة، كل الأحزاب خسرت بما فيها الأفلان لصالح الـRND وحزب تاج. الخبير في القانون الدستوري الدكتور عامر الخيلة قال السلطة خرجت منتصرة تنظيميين وسياسيين والقانون لا يضع حدا أدنى للمشاركة. معنا مشاهدينا الكرام ضيفنا الكريم أستاذ عمار خبابة، وهو محام وناشط سياسي. أستاذ عمار، نبدأ أولا بالتعليق على التراجع في تحديد نسبة المشاركة. في الأول قالوا 38 ثم بعد ذلك قالوا 37، على ماذا يدل هذا؟ هذا يدل على هناك ارتباك وفي إعلان النتائج، وكذلك هناك عجلة استعجال، لأنه هما مرتبطين ببعض المواعيد تقليديا، فكان لابد أنه يخرج وزير الداخلية في اليوم الموالي للانتخابات و
يعني يعلن هذه النتائج، وأكيد هذا الاستعجال انعكس في نسبة المشاركة، وكذلك هذا في اعتقادي كذلك مما ربما يعطي مصداقية للأصوات التي كانت تقول باللي أن العملية شهدت الكثير من الخروقات ومن التجاوزات. يعني هذا يدل على تخبط. طبعا تخبط، وكذلك هذا ما يدل على أن التصريحات عندها يعني كانت تصريحات صحيحة لما تقول وأنه فيه تجاوزات في الكثير من المراكز ومن مكاتب الانتخاب. ومع ذلك هناك من يقول إن نسبة المشاركة أقل بكثير مما أعلنت وزارة الداخلية. هذا مما لاحظناه، وأنه لماذا؟ لأنه في اعتقادي أنه المعيار الذي يؤخذ هو معيار الهجرة. المهجر النسبة كانت فيه 10%، وهذا قريب كثيرا من ربما في الوطن الأم يكون أكثر نوعا ما، لكن في اعتقادي أنه لا تصل إلى هذه النسبة. حتى نسبة 37% كثير من المحللين ومن متابعيهم في الميدان يشككون فيها ويقول أن فيها تضخيم. وفي الحقيقة وشخصيا أنا كتبت في بعض التدوينات وقلت أن الانتخابات هذه المقبلة هي انتخابات المناضلين. أما الإضافات الأخرى فطبعا من يضيف تعود هذه الإضافات إلى المضاف المضيف، يعني المضاف إليه هو الذي يستفيد، الذي يقوم بالإضافة هو الذي يستفيد، والذي يقوم بالإضافة هي هياكل الإدارة وليست جهة أخرى. وفي الانتخابات احنا عندنا في الجزائر لا يمكن لأي حزب حتى الأحزاب السلطة لا يمكنها أن تكون في كل المراكز وفي كل المكاتب. عندنا 50,000 مكتب انتخاب، لا يمكن لأي حزب أن يكون له 50,000 مناضل ليس باستطاعته صاهر ويستطيع أن يعني يبقى في مكتب الانتخاب من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 11، وخاصة لما تحين ساعة الفرز وهي مهمة جدا. ولذلك فطبعا التجاوزات موجودة، ونسبة المشاركة دليل، أو التراجع أو هذا التخبط في نسبة المشاركة هو دليل آخر على هذه التجاوزات التي حدثت. طيب نفتح الآن محور التصوير. نعم. كل الأحزاب التي خرجت من هذه الانتخابات بخفي حنين، مقاعد ضئيلة جدا تعد على رؤوس الأصابع، التهمة جاهزة، التصوير. نعم. التصوير التصوير، حتى عمارة بن يونس قال يا جماعة إذا كانت الانتخابات مزورة لماذا تقبلون بهذه المقاعد القليلة؟ عليكم أن لا تشاركوا في البرلمان. إذن عمارة بن يونس قال صدقا، يعني هذه المرة راه صادق في الكلام تاعو، وكلام تاعو معقول جدا. لماذا؟ لأنه هذه الأحزاب التي في 2012 لما أعلن عن النتائج يعني كان هناك جبهة سياسية لمناهضة التصوير، وراحت هذه الأحزاب حتى إلى تشكيل برلمان شعبي، ثم بعد ذلك بعد سنوات دخلت، بعد سنتين أو قاطعت انتخابات الرئاسية، ثم بعد ذلك دخلت في إنشاء فضاء للمعارضة وحدد أرضية إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك مع يعني بكل تفاجؤ أننا نصيب هذه الأحزاب تروح تدخل الانتخابات، ولما تعلن النتائج تقول لك بلي زوروا لي. فإذا كان فعلا هم مقتنعين ومتأكدين بوقوع التصوير فلابد من اتخاذ مواقف يعني تكون يعني تتناسب مع هذه التصريحات. أما وأنك تقول زوروا لي وتبقى في البرلمان وتبقى في هذه المؤسسات فكلامك في الحقيقة أصبح لا يصدقه أي أحد. حتى أن لويزا حنون رئيس حزب العمال صعدت من التصريحات وقالت أن قضاة ورؤساء يراد بهم تسيير العملية تسيير النزيه ذا مصداقية هم أيضا متورطون في عملية التزوير. في جريدة الحياة قالت قضاة ورؤساء دوائر زوروا النتائج وبالدليل، كأنه لديها دليل. فلتبرزوا هذا الدليل. هما شوف أنا نقول لك باللي هذه المزايدات احنا نعرفوها قبل إعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية، تجد المزايدات من كثير من الأحزاب طمعا في أنهم يزيدوا لهم بعض المقاعد، فتجد كل الأحزاب اللي ماهيش قانعة بالمقاعد تلقاها تصعد وتتكلم وكذا، وربما ندوات صحفية لغير ذلك. القصد منها هو وكأنه إشارة للمجلس الدستوري باش يرفع في نسبة المشاركة. الأحزاب في الحقيقة التي في 2012 رغم يعني أنه كان فيه ملاحظة ومعاينة، والآن بدينا نسمع حتى معلومات أنه في 2012 كان فيه في الحقيقة هناك تجاوزات كثيرة. هذه الأحزاب لما زكت الانتخابات تاع 2012 لماذا؟ لأنها كانت المقاعد تاعها ترضيها. الآن
في انتخابات 2017 لما ما رضتهاش راهي الان تتكلم تتكلم وتقول انه هناك تزوير. واذا المطلوب منها وانها تقدم اذا كان فعلا انهم يحبوا يقدموا خدمه للعمل السياسي وللطبقه السياسيه وللنشاط السياسي، فما عليهم الا انهم يجيبوا اذا كان عندهم ادله يطرحوها لوسائل الاعلام وتقدم للعداله، وندخل في ديناميكيه جديده انه هذا التزوير ماهوش كلام بل هناك ادله، ولابد نروح الى العداله في هذه المجالات. طيب 72 ساعة تفصل هذه الأحزاب المجلس الدستوري للنطق بالنتائج النهائية، هل تتوقع أن هنالك مقاعد ستحذف من بعض الأحزاب وتضاف إلى أحزاب أخرى؟ هل تتوقع أن هذه الطعون ستأخذ بعين الاعتبار؟ جريدة الاتحاد قال 72 ساعة من المجلس الدستوري للنطق بالنتائج النهائية. طبعا هو إعلان النتائج النهائية يتم من قبل المجلس الدستوري بعد 72 ساعة من إيداع القوائم يعني نهائيا امام اللجان الانتخابيه الولايه. الان ما بقاش 72 ساعه، بقى اقل اقل بقى اقل. الشيء الذي عهدناه هو لا يكون راح يكون ان يكون فيه بعض التعديلات، ولكن في اعتقادي وانها ما تكونش تعديلات كبيره. لماذا؟ لا يمكن للمجلس الدستوري ان يسفها النتائج المعلنه من بالضبط. قبل اللجان الانتخابيه وهم قضاة ويوقعون على محاضر النتائج، ووزير الداخلية يعلنها فقط، لأنه الأصل من الذي يحرر المحاضر هي اللجان الانتخابية الولائية وهي مشكلة من قضاة. ولذلك لا أعتقد أن المجلس الدستوري يعني يحدث مفاجأة بتغييرات كبيرة. تكون هناك بعض التغييرات، ربما يكون هناك بعض التعديلات حتى في النسب، ممكن في نسبة المشاركة ونسبة الأصوات المعبرة، لأنه كما قال هناك تدخل عملية الإرضاء وممكن نعم ممكن، وهذا ما شهدناه طبعا، هذا شهدناه في 2012 في احزاب ما قدمتش حتى الطعون في بعض الولايات واضيف لها من بينها الحزب اللي الان يعني تحصل على في الحقيقه نسبه وعدد مقاعد في الحقيقه لسنا ندري لابد مثلا الافافاس مثلا يعني انه الافافاس يدي اقل منتاج، فالامر في الحقيقه تاج 14 مقعدا 19 مقعد فيه 19 اي 14 بالنسبه للافاس اعتقادي، وانه الامر فيه نوعا ما وكثير من الامور مثلا الاتحاد يعني وانه الاتحاد فيه هذا هو السؤال بالضبط. تكتل الاتحاد، كثير من خبراء السياسيين يتحدثون عن الاتحاد، يقول لي ماذا تراجع بهذا الطريق؟ والله انا اشوف فيه ظلم يعني، رغم انني اختلف مع التوجه تاع الاخوان رؤوس الاصابع يعني اي يعني انه الاتحاد يعني فيه ثلاث احزاب على كل حال خاصة جبهة كانت لديهم آمال أثناء الحملة الانتخابية جبهة الحرية والعدالة وكذلك حركة النهضة والبناء، باعتقادي وأنه توصل الأمور وأنه يدي ويأخذ 14 مقعد، فاعتقادي هذا يعني ظلم وحيف مس هذا التيار اللي في الحقيقة هو عقد أمال أنه يروح أكثر من التنسيق الانتخابي إلى ربما تنسيق اخر. ولكن دعني اقول لك في الحقيقه حتى القوائم نتاعهم شويه يعني كان فيها نوع من تقصد المرشحين طبعا لانه يعني قواعد اعتقادي، وانا كنت نتبع يعني كمتابع قواعد كثيره كانت متضمره من بعض القوائم في بعض الولايات، وهذه الولايات معظمها ما فازش فيها الاتحاد، ولذلك نشوف وانه فعلا وانه كان التحضير لهذه القوائم كان على عجل، لانه ما لا ننسى وان هذا الاعلان تاع الاتحاد جاء عشيه الاعلان عن الانتخابات، يعني لم يحضر، ما كانش عنده فرصه باش يحضر مليح، ولذلك في اعتقادي انهم كذلك ربما يتحملون جزء من المسؤوليه راجع الى العجله. عبد الله جبل اتهم الولايات، قال هناك بعض الولايات ورؤساء دوائر عملوا ما في وسعهم من اجل ان تنجح احزاب السلطه واحزاب الموالاه. إيه هذا شيء هذا هو أيضا مطالب بالدليل أمام المجلس الدستوري ولا لا؟ طبعا هو إذا كان فيه طعن في بعض القوائم فلابد من الدليل، وإلا المجلس الدستوري لا يقبل الطعن لا يقبل الطعن، ما يقبلوش إذا كان في الموضوع ما قدمش دليل فالطعن سيرفض. لكن الكلام اللي يقوله الشيخ جبر الله هو في يعني هناك واقع نعيشينه، الإدارة لها يد في الموضوع فهي يعني تتدخل في تضخيم النسبة، وممكن حتى تتدخل في بعض في ربما تفضيل قائمة على أخرى. والآن الظاهرة اللي شفناها في هذه الانتخابات، شفناها في انتخابات سابقة، هي ظاهرة المال. الناس اللي عندهم الدراهم ينجحوا سواء في الأحزاب
والا في القوائم الحره. نعم. هذا ما لاحظناه. الناس اللي عندها كما يقولوا الشباب عندنا في الجزائر يقولوا بوكو فلوس، الناس اللي عندها يعني عندها مال، هذا الذي حدث فعلا، مترشح حاز مقاعد عديده. واضح واضح في 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 شوف حتى في الاحزاب، سواء القوائم تاع الاحزاب والقوائم الحره، الناس اللي عندها الدراهم فاتت كيف. هذه مسألة تتطلب دراسة، تتطلب بحث في الموضوع، هل هذا المال هو اللي كان سببا في ربما انه مشاركة نتاع الناس شاركت معاه، او ان المال ربما ساعد في حملة الانتخابية ربما تكون نوعا ما رائجة، او لاسباب اخرى. طيب حسن ما عندوش دليل، لكن الشيء هذه كملاحظة كمعطى كمعاينة، أن القوائم اللي مواليها عندهم درهم وعندهم فلوس نجحوا، سواء كانوا في قوائم حرة والله في قوائم الأحزاب. طيب من تكتل الاتحاد إلى تكتل حمص والتغيير. نعم. كثر التصريحات عبد الرزاق مقري، مرة سندخل البرلمان بقوة، سندخل الحكومة بقوة، لدينا حلول لخمس سنوات مقبلة، أحيانا يقول طالما أنه فيه تزوير ما نشح ندخل في الحكومة نهائيا، ما نشح ندخل في البرلمان، سننسحب. من السابق لأوانه أن نتكلم عن التحالف معنا وأحزاب السلطة. ماذا نفسر هذه التصريحات الكثيرة لعبد الرزاق؟ دكتور عبد الرزاق كما ذكرت أنه التصريحات تندرج في ما قلته سابقا من التصريحات التي تسبق الإعلان النهائي والرسمي للمجلس الدستوري. اعتقادي وأنه التصريحات اللي ممكن الإنسان يعلق عليها ورائحة تكون يبني عليها لتحليل سياسي هي التصريحات التي تأتي بعد الإعلان الرسمي للمجلس الدستوري. أما الإعلانات السابقة فهي من باب مثل ما ذكرت لربما إظهار عدم الرضا أملاً في أن المجلس الدستوري يعدل النتائج. وهذا الحديث أيضاً موجه للقاعدة الذي لمته طبعاً لها النتائج، أنه نتائج هزيلة رغم ما كنتم تقولونه اثناء حملة انتخابية بأنك ربما تكونوا في المرتبة الثانية ولما لا أو الثالثة. ذكرنا في المرتبة الثالثة يعني. الثالثة يعني، ولكن بنتائج هزيلة. هو يعتقد أنه 33 مقعد هذه ما في شيء، كان المفروض أن يحكيوا على 60 و40 هما. أي طبعا والله نشوف فيها بنتائج محترمة يعني. 33 طبعا طبعا يعني نحتاج ل يعني مقبولة إذا كان نشوفوا الواقع يعني نشوف الواقع نظن باللي مقبولة جدا يعني. وإن كان أنا أضع ظفرين بين مقبولة والنتائج أن الأمر أنا يعني قلت عدة مرات وأن نحن أمام انتخابات محاصصة وعلى على من دخل في هذه اللعبة أن يقبل بالنتيجة. الآن يطالب بمزيد هذه تخصه، ولكن باش ينطرح الإشكال في إطار يعني شفافية الانتخاب ونزاهتها اعتقادي وانه النقاش ما يدخلش في هذا المجال، لانه من الاول احنا حاكمين على هذه الانتخابات 2017 هي انتخابات محاصصه، وهذا ما وهي انتخابات هي دور اول للانتخابات الرئاسيه تاع 2019. بالضبط بالضبط. سؤالنا الاخير فيما يخص ما بعد المجلس الدستوري، هل ترى ان المشهد السياسي ستتغير خارطته، ام انه خلاص معروف المشهد الان من خلال هذه النتائج بامكاننا نستنطقها، نعرف من هو اللي فايز، نعرف من هو الذي سيقود الحكومه، كل شيء باين، ام انه بعد المجلس الدستوري واعلان النتائج انه سير عندنا مشهد سياسي جديد؟ لا لن يتغير المشهد، هذه هي النتائج. ستحدث مجلس الدستوري سيدخل بعض التحسينات وبعض التعديلات وإرضاء بعض الجهات، ربما كان بعض الأحزاب اللي ربما فيه هضم كثير لحقها ربما ستعدل، ولكن تعديلات طفيفة لن تؤثر على النتيجة يعني جوهرين، ستؤثر ستدخل عليها بعض التحسينات وبعض التعديلات فقط، وأن المشهد سيبقى وسيظل كما هو. طيب سؤال أخير حول المقاطعين. نعم. كثيرون في مواقع التواصل الاجتماعي وجهوا هذه الأسئلة، ماذا سيفعل حزب المقاطعين؟ نعم نسلم بأن حزب المقاطعين هو الأكبر فائز في هذه الانتخابات، هو الذي وجه هذه الملغات والملغات ما تحدثش. نعم. عليها وزير الداخلية 2 ملايين انتع 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 أوراق الملغات صرحت بها وزارة الداخلية، ولكن بعد الندوة. نعم يعني العدد ما ذكروش 2 ملايين. لا ذكرته وزارة الداخلية في بيان لها مستقل. الغرض ما هو كذلك هذا يحتاج إلى تحليل. طيب هل لهم هؤلاء المقاطعون، هل لديهم خطة لإكمال هذا النضال السياسي لمقارعة السلطة؟ نظام فاشل، نظام قائم على التزوير، ليست له مصداقية، هذه الانتخابات ليست شفافة. نعم. ليست حلا لمشاكل الجزائريين جميعا. فعلا هو شوف أولا لابد من أن السلطة تفهم الرسالة، رسالة قوية تاع 60% من الشعب الجزائري من الناخبين من الكتلة الناخبة ما يروحش يصوت،
هذه رسالة قوية جدا، وعلى السلطة وأن تفهمها وأن تفك رموزها. الآن المقاطعين ما هو ما هم فاعلون مثل ما ذكر ما هو منتظر منهم. أيوة، أنا أظن بلي لابد يكون هناك نقاش ولابد يكون هناك ناس يعني نخبة اللي ربما تصدرت المشهد فيما يتعلق بالمقاطعة. اعتقادي وأنه من الواجب عليها وأن تلتقي وتسمع لبعضها، ممكن تكون هناك نقاش جديد، يكون هناك اقتراحات ورؤية، ولكن لا يمكن أن الإنسان يروح ثاني في إطار العجلة ويبدأ يدير في مبادرات مثل ما كان في السابق، مبادرة الحرية والانتقال الديمقراطي والتي فشلت في أول امتحان لها وهو امتحان تشريعية 2017. طيب ماذا لو بد أن نأخذ هذا التراكم، هو تراكم نضالي ما هوش يعني راح هباء المنثورة، فهو تراكم نضالي لابد من استفادة منه، لابد استفادة من إيجابياته ومن سلبياته، ولكن بنظرة جديدة وبنظرة غير تقليدية. أنا اعتقادي وأنه عقد الأمل على الأحزاب الآن في تغيير، اعتقادي وأنه هذا أمر لابد أن يكون يصبح من التاريخ، لابد من التفكير في آلية أخرى، آلية مجتمع مدني أكثر والانسجام. نعم نعم، وكذلك طرح الأمور بكل معطياتها بدون أي حاجز وبدون أي طابو. الناس تلاقى من وجهة لتلاقات ما كانش فيها قال هذه نأجلوها وهذه لا، لابد إذا كان يكون عمل جدي لابد من طرح كل المتناقضات وكل الطروحات، كل واحد بطروحاته، وفي ذلك الوقت يمكن أن يكون هناك فضاء ويكون فضاء أفقي. فضاء طيب أستاذ عمار، الأحزاب هذه اللي دخلت للبرلمان بمقاعد محتشمة تعد على رؤوس الأصابع، هل ستحافظ على رجلها الثانية في المعارضة أم أنه انتهى الأمر؟ معارضة أنا في اعتقادي اللي راحت للانتخابات خلاص أصبحتش هي معارضة داخل النظام، دخلت المؤسسات، اعتقادي وأنها تقوم بدور مرسوم ومحدد. معارضة اللي تريد تغيير النظام هذه المعارضة لم تدخل الانتخابات. بارك الله فيك سيد عمار، شكرا جزيلا لك سيد عمار خبابة المحامي والناشط السياسي، جزيل الشكر لك. الآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى تونس وأبرز العناوين الواردة في الصحافة التونسية مع زميلنا غفران حسين. أهلا زميلي عثمان، تحية إليك وإلى كافة السادة المتابعين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية صادرة اليوم من فرنسا وأبرز العناوين التي أحاطت بها الصحافة التونسية الانتخابات الفرنسية، ونستهل جولتنا من خلال صحيفة الشروق تحت عنوان ماكرون ولوبان وجها لوجه. كتبت الصحيفة أن سباق الانتخابات الفرنسية بين مرشح الوسط الأوفر حظا للفوز بالانتخابات إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتشدد مارين لوبان يوصف بأنه تنافس بين وجهات نظر متعارضة، وهو ما يشير إلى أن المعركة بينهما ليست معركة سياسية تقليدية، بل صراع على انقسام جديد بين نزعة قومية ونزعة دولية. واستعرضت الصحيفة أبرز المواقف التي تبناها المرشحان للانتخابات الفرنسية من خلال الموقف من موسكو والموقف أيضا من القضايا العربية وخاصة سوريا. وكتبت الصحيفة أن عاصمة الأنوار على خط النار الانتخابات الفرنسية، وأن الصراع الانتخابي في فرنسا هو صراع مصلحة عنيفة في وأيضا صراع مسلح في سوريا قد يلقي بجلاله على المشهد في منطقة الشرق الأوسط، وأن ماكرون ولوبان يختلفان في كل شيء وفرنسا ستتغير، كما صرح الدكتور فيصل جلول الذي اعتبر فيصل جلول وهو مفكر عربي وخبير في الشأن الفرنسي في لقاء مع الشروق من باريس أن الانتخابات الفرنسية ستغير وجه فرنسا نظرا لما يتبناه المرشحان من آراء متباينة. من المؤكد أيضا أنها ستغير السياسة الفرنسية في الداخل والخارج. نتحول الآن إلى صحيفة الصحافة اليوم، وفي مشهد تونسي هذه المرة الموقف السياسي فشل في كل اختبارات السلطة والمعارضة، الإسلام السياسي لا مستقبل له، هكذا كان العنوان. كتبت الصحيفة أنه حين ترى الخريطة الإقليمية في أوج غليانها تبوح بشيء من حصيرة الإخفاق الإخواني بصيغته السلطوية والمعارضة، تكاد تجزم أن ذلك الماضي المضخم بالعنوان
الأنف والحاجر الملوث بالدم على حسب تعبير الصحيفة يوحي بمستقبل لن يطول طويلا. واستعرضت الصحيفة ما عاشه الإسلام السياسي في المنطقة العربية والعالمية من تغيرات دفعت به من المعارضة إلى السلطة ثم العودة إلى المعارضة، وسلطت الضوء على مسار الإسلام السياسي في تونس معتبرة أن هذا الخيار السياسي لن يكون له مستقبل طالما بقيت في الذهن الإخواني المفوت في حكايات الحرية والقبة والخوضة والجامع والسكن على حد تعبير الصحيفة، وأن كل هذا لا يمكن أن يقدم حلولا لواقع سياسي واقتصادي عربي صعب للغاية. نتحول ختاما إلى صحيفة الصباح، وفي عنواننا تصدر الصفحة الأولى: هكذا كان التفاعل مع حملة استهلك تونسي، حيث تابعت الصحيفة الحملة التي أطلقها رواد المواقع الاجتماعية في تونس بأن يستهلك التونسيون منتوجات بلادهم ويتركوا المنتوجات الموردة، وأتت هذه الحملة على حسب ما نقلت الصحيفة كردة فعل على المديونية وردة فعل أيضا على انهيار الدينار أمام العملات الأجنبية، فضلا على دعوة نشطاء المجتمع المدني ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعية لأن يتبنى التونسي فكرة واحدة وهي أن يستهلكوا تونسيين. وأيضا كتبت الصحيفة أن هذه الحملة عرفت إقبالا كبيرا لدى الشباب وأن هناك من تبناها ودفعت بكثير من العائلات التونسية إلى البحث عن منتوجات تونسية حتى لا تتفاقم المديونية ويتفاقم أيضا تقهقر الدينار أمام العملات الأجنبية. أيضا هذه المتغيرات التجارية في تونس وقبل شهر رمضان دفعت المساحات التجارية الكبرى إلى أن تقر تخفيضا بين 6 و33% بمناسبة شهر رمضان، وهو حسب الصحيفة قد يساعد على أن يستهلك الشعب التونسي ويقدم على استهلاك منتجات تونسية خالصة. هذا زميلي عثمان تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا جزيلا لك زميلنا غفران الحسيني، كنت معنا من تونس عبر الهاتف. ونختم الآن بفقرة الكاريكاتير. هذا ما لدينا اليوم مشاهدينا الكرام، نلقاكم في فرصة أخرى. السلام.